بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم. درس اليوم هو المتجهات والإزاحة. في حصة اليوم سنتطرق إلى عناصر متجهة ثم تساوي متجهات. لدينا مستقيمات متوازية. بما أنها متوازية فإننا نقول أن هذه المستقيمات لها نفس الاتجاه. إذا كان مستقيمان دي والدي إشارة متوازيين فإننا نقول إن لهما نفس الاتجاه. نعتبر نقطتين أو بي مختلفتين، هاتين النقطتين تحددان منحيين متعاكسين، المنحى من أ نحو بي ومنحى من بي نحو أ. هذا السهم هو ما يسمى بمتجهة ونرمز له بالرمز أبيض. أ هو أصل المتجهة و ب طرف المتجهة، طبعا متجهة أبيض. أ دائما هو الأصل، متجهة ب هكذا. إذن الزوج أبي يحدد متجهة نرمز لها بالرمز أبي. النقطة أ هي أصل المتجهة أبي، والنقطة ب هي طرف المتجهة أب. لكل عناصر المتجهة طبعا دائما نتكلم عن أ تخالف ب، أ تخالف ب. الزوج أب قلنا يحدد متجهة المنطقة أب. نقطة أ هي أصل المتجهة ب ونقطة ب هي طرف المتجهة أب. للمتجهة أب ثلاث عناصر تحددها: الاتجاه، المنحى، المنظم أو المعيار. المستقيم AB هو اتجاه المتجهة AB داخل متجهة AB. المستقيم AB كامل هو ما يسمى باتجاه المتجهة AB، أو هو مستقيم آخر يوازي مستقيم AB. المنحى منحى نصف المستقيم AB هو منحى المتجهة AB. المنظم أو المعيار طول القطعة AB هو معيار المتجهة أب. إذا عندنا متجهة مثلا هكذا أب، فالمنظر ديالها هو طول هذه القطعة. الاتجاه ديالها هو المستقيم أب بأكمله أو مستقيم آخر يوازيه. منحى هو من أ نحو ب مثلا بالنسبة لهذه المتجهة. إذا كانت لدينا متجهة هكذا فالصيد دي نفس الشيء
منحى ديالها هو من سي نحو دي، الاتجاه ديالها هو المستقيم سي دي، والمنظر ديالها هو كل قطعه سي دي. نلاحظ بان دائما متجهه نكتبها بهكذا، السهم من اليسار الى اليمين. ملاحظه، لا يمكن ان نكتب، لا يمكن ان نكتب المتجهه AB تساوي 3 مثلا. لماذا؟ لان المتجهه AB ليس بعدد. اذن لابد كل متجهه غير منعدمه AB لها 3 عناصر تحددها، وهي الاتجاه والمنحى والمنظر او المعيار. طبعا المعيار هو المسافه AB اذا كنا نتكلم عن متجهه AB. الان سنتكلم على حاله خاصه، المتجهه المنعدمه. طبعا اذا كان ا و ب نقطتين منطبقتين فان الزوج ا او ب يحدد المتجهه المنعدمه ونرمز لها بالرمز هكذا. المتجهه المنعدمه ليس لها اتجاه ولا منحى. اذن المتجهه المنعدمه ليس لها اتجاه ولا منحى، لماذا؟ نحتاج الى نقطه يمر عده مستقيمات. اذا لا يمكن ان ناخذ هذا المستقيم هو اتجاه هذه المتجهه. كذلك ليس لها منحى لان هي نقطه ثابته هكذا. منظرها يساوي صفر، منظرها يساوي صفر. اذا ننتقل الان الى تمرين تطبيقي. لاحظ الشكل، جانبان ABCD شيء منحرف، قاعدتان AB وCD حيث AB أصغر من CD. أولا قارن عناصر المتجهتين A B و D C. ثانيا لتكون نقطة من القطعة دي سي حيث دي او يساوي ا بي. الف قارن الف تحقق ان الرباعي ا بي او دي ا بي بدي متوازية ب قارن عناصر المتجهتين AB و D. إذن أعيد، لدينا ABCD شبه منحرف، قاعدتها AB و DC. السؤال الأول هو قارن عناصر المتجهة AB
وعناصر متجهه دي سي. ثانيا لتكن اي نقطه من دي سي حيث المسافه ا بي تساوي المسافه دي او، قارن البين اولا ان بي ا بي او دي هو شيء منحرف، ثم بعد ذلك نقارن عناصر متجهتين ا بي هو الدي. تصحيح لدينا ا بي سي دي، لدينا ا بي سي دي شيء منحرف قاعدة ا بي والدس. إذن مستقيم ا بي يوازي مستقيم دس، إذن المتجهتين ا بي ودس لهما نفس الاتجاه. لدينا منحى المتجهة AB ومن A نحو D في هذا الـ، ثم منحى D نحو C نفس الشيء، إذا المتجهة AB ومتجهة DC لهما نفس المنحى، إذا منحى AB هو نفس منحى المتجهة DC. لكن لدينا AB أصغر من DC، إذن AB وDC ليس لهما نفس المعيار، إذن ليس لهما نفس المعيار. بالنسبة الآن لإنشاء E، نستعمل الفكرة A B C D لدينا، نستعمل الفكرة نأخذ مسافة AB بالاستعمال بيكار، سنحصل على نقطة E. إذن سؤال أليف، نتحقق أن الرباعي A B E D متوازي الأضلاع. لدينا AB يوازي DC و E تنتمي إلى DC، إذن AB يوازي المستقيم DE، لأن المستقيمان DE و DC منطبقان. كذلك لدينا المسافة AB كتساوي المسافة DE، إذن الرباعي المحدد A B O C A B O D متوازي الأضلاع. بالنسبة للسؤال ب، نقارن عناصر متجهتين A B و D E، لدينا A B يوازي D E، إذن A B و D E لهما نفس الاتجاه. كذلك لدينا AB يساوي DE من خلال المعطيات، إذن متجه AB ومتجه DE لهما نفس المعيار. كذلك لدينا منحى A B كما تلاحظون، من A نحو B هكذا، ثم منحى من B نحو E هكذا، إذن منحى متجه B هو نفس منحى
المنتجية دي او. إذن كما تلاحظون منتجهتين ا بي و دي او لهما نفس الاتجاه اللي هو المستقيم ا بي او المستقيم دي او او المستقيم دي سي، لان ا بي هو دي سي. كذلك المنتجها ا بي و دي او لهما نفس المعيار، لان المسافه ا بي تساوي مسافه دي او. كذلك لدينا المنحى من ا نحو بي ونفس المنحى من دي نحو او. نقول ان منتجهتين ا بي و دي او متساويتين. لماذا؟ لان تحقق العناصر الثلاث التي ذكرناها سابقا في هاتين المنتجهتين. تساوي منتجات. إذا قلنا أن المنتجها ا بي منتجات دي او لها نفس المنحى، لها نفس الاتجاه، ولها نفس المنظر. إذا نقول بأن المنتج ا بي ومنتجات دي او متساويات. طبعا إذا ا بي او بي ا بي سي و دي نقاط في المستوى. منتجها ا بي تساوي منتجها بي سي تعني ان ا بي و دي سي لهما نفس الاتجاه، اي ا بي يوازي دي سي، ا بي و دي سي لهما نفس المعيار، اي ا بي يساوي دي سي. منتجها ا بي و دي سي لهما نفس المنحى، إذا تحققت الشروط الثلاث فإننا نقول بأن ا بي تساوي دي سي، وإذا كان لدينا ا بي تساوي دي سي فهذه الشروط الثلاث تتحقق. سلام عليكم.
سنحاول أن نأخذ أمثلة. لدينا A, B و C نقاط من المستوى، ننشئ نقطة D حيث A, B تساوي C. هنا حالتين، إذا كانت A, B و C مستقيمية، إذا كانت A و B و C مستقيمين. إذن A, B و C غير مستقيمين، نقطة C كما تلاحظون الآن. عندنا A B يساوي C، إذن يعني أن للمتجهتين A, B و C D نفس الاتجاه. عبارة أخرى أن المستقيم A, B يوازي C D. إذن النقطة D فتنتمي للمستقيم أما من C والموازي ل D. إذن النقطة D ستنتمي لهذا المستقيم. لدينا المتجه A, B تساوي C D، يعني أن منحى المتجه A, B هو نفس منحى المتجه C D. إذن A, B منحى ديالها من A نحو B هكذا، إذن D ستكون في هذا النصف المستقيم، إذا النصف المستقيم غير صالح بالنسبة لنا. لدينا المتجه AB تساوي المتجه CD، يعني مسافة AB تساوي مسافة CD، نستعمل طبعا الذكاء ونحصل على النقطة D. كما تلاحظون الآن هنا لدينا AB تساوي CD و C لا تنتمي للمستقيم AB. استنتجنا أن الرباعي A B D C متوازي الأربعة. إذن هنا يمكننا خاصية A B تساوي C D و النقطة C لا تنتمي إلى مستقيم A B، تعني أن الرباعي A B تحمل A B D C، A B D C متوازي الأضلاع. الآن ننتقل إلى الحالة الثانية، A B و C نقط مستقيمية. دائما A B و C D لهما نفس الاتجاه، يعني أن المستقيم A B ومستقيم C D متوازيان. إذن C تنتمي للمستقيم AB، إذا النقطة D ستنتمي للمستقيم AB كذلك. لماذا؟ لأن AB والمستقيم CD متوازيان ولهما نقطة C مشتركة، إذا فهما منطبقان، إذا D ستكون على المستقيم AB. لدينا منحى من A نحو B ونفس منحى من C نحو D، إذا D ستكون في نصف مستقيم الذي أطول C ولا يحتوي على A. مسافة AB تساوي مسافة CD، إذا نأخذ بالبركة AB ونعطينا نقطة D. إذا المتجه AB تساوي المتجه CD هكذا. لاحظوا معي الآن في كلتا الحالتين إذا اعتبرنا ABC متوازي الأضلاع، إذا كما نعلم أن القطران لهما نفس المنتصف. إذا اعتبرنا E هو تقاطع القطرين BC و AD، فE منتصف BC و AD. E منتصف AD و BC. نقول مثلا E G E هنا نفس الشيء، E منتصف BC. إذا كانت E منتصف BC فنلاحظ بأن مسافة EA تساوي مسافة AB، إذن وE تنتمي إلى قطعة AD، إذن E منتصف AD. لخاصية أخرى AB تساوي CD، تعني القطعتين AD و BC لهما نفس المنتصف، لهما نفس المنتصف. تمرين، لاحظ الشكل الآتي. لاحظ الشكل الآتي، لدينا A B C D متوازي الأضلاع، A B E F متوازي الأضلاع. أول
المتجهه ديف تساوي المتجهه صفر. متجهه ديف تساوي المتجهه صفر. نعم، لدينا ا ب سي دي متوازي الاضلاع. قلنا ا ب سي دي متوازي الاضلاع، إذا نستنتج من هنا بأن المتجهة AB تساوي المتجهة DC، نتيجة واحد. لدينا AB EF متوازي الأضلاع، إذا المتجهة AB تساوي المتجهة F جوج. بين نتيجتين واحد وجوج نستنتج أن DC تساوي F. إذا الرباعي DCEF متوازي الأضلاع. إذا من هنا نستنتج أن المتجهة DF تساوي المتجهة CE. وشكرا، حصة اليوم قد انتهت. إلى الحصة المقبلة إن شاء الله مع الجزء الثاني لنفس الدرس.